السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبنا لكم واحد الريبي ناجح 100%، وبحال ديال يعني ما فيش شي مقادير يعني واعره، يعني كلشي سهل، كلشي موجود. عندنا لتر الحليب ونديروه يغلى، هي الاولى ضروري خصو يغلى. وعندنا دانون ديال الفاني وفانيا والسكر، انا درت نص كاس، وكل واحد على حسب الذوق ديالو. المهم ناخذ الحليب الاولاني، ندير لتر الحليب في الكاسرونة ونديروها تغلى. يجربوها، الطريقه راه كتجي زوينه، وانتم غتشوفوا النتيجه في الاخر. صافي، غنتسناو الحليب ديالنا حتى ماشي يفيض، ولكن غير يعني غير الله يبدا يدير ديك القشره الفوقانيه اللي كتكون على سطح الحليب. صافي، وغنحيدوه، يعني ما يفيض ما يكونش بارد، انا باقي نخلطوه. صافي، كاين اللي تيقول لك الحليب تيفيض، كاين اللي تيقول لا خصو يدفى، لا خصو يسخن. شتي تي ماشي غالي، ولكن شوف صفيتو وعاد رجعتو في الكاسرونه، حيدنا ديك القشره الفوقانيه اللي كتكون. خدينا منو هاد شويه الحليب ونزيد عليه فانيا ودانون ونحركو مزيان باش تخلط العناصر مزيان، تي ميبقاش لينا تكتلات. هاد دانون الفاني كيعطي واحد المذاق زوين، الأحسن نستعملو هو أحسن من الآخرين. صافي، نواصلو التحريك هكا مزيان حتى ميبقاش لينا مبينة حتى حاجة، لا حبيبات لا حتى حاجة من داكشي لي، لا ديال دانون لا ديال السكر لا حتى حاجة. صافي، نخلطو مزيان، بقى السكر مزدناش، حيت بغيت نحيد الدانون في الأول. الدانون خصو في الأول يتحرك، مبقاش باين. نزيدو السكر. صافي، نوصلو التحريك مزيان، صافي حتى ميبقى حتى حاجة باينة. شتو كي خلطتو مزيان، راه كنقطع التصوير وكنعاود نرجع باش يتخلط مزيان. صافي، وكنزيدو هاد المقادير كاملة على هاد المقادير اللي عندنا، الحليب اللي حيدنا. صافي، تي مبقى حتى حاجة، يبقى لا سكر لا دانون، كلشي كيتخلط مزيان. صافي، غنحركو مزيان. صافي، غنجيبو الكويسات ديالنا ونكبو فيهم. ولكن راه خاصو على الاقل 12 ساعه عاد باش يوجد، يعني اي واحد بقى في هذا رمضان اللي بغاه الغدا خاصو يبدا يوم يديرو في الليل، يلا غدا الصباح، يلا يكون غدا مع الفطور، يلا يكون موجود. هو شحال ما بقى يعني 12 ساعه او اكثر مزيان. صافي، دابا نخليوه هكا، نقادو الكيسان هكا ديالنا هاد كيطرا، عطوني 5 كيسان، يعني عندنا الكيسان كبار شويه، راه ماشي صغار. صافي، قادين هاد 5 ودرناهم فواحد الصينيه وغطيناهم مزيان بحال الكعشه، غطيناهم هاد الغطايه اللي كنهزو بها الحرشه والملوي، وغطيناه واحد الكعشه مزيان وخليناها على جنب ركلناها. صافي، انا مازال ما خليتوش بزاف، خليتو غير 8 السوايع، هو راه من الاحسن خصو 12 ساعه الفوق. شتي النتيجه كيفاش كتجي؟ واحد كان دابا قرب السحور وضروري خصني خصهم ياكلوه، يعني ما وجدتوش انا بكري. ايوا، بالصحة والراحة، وما تنساوش اللي ما دخلش عندي يدخل عندي، ويدير جيم واشتراك وشي تعليق يكون زوين، ونتمنى يعجبكم. وبالصحة والراحة، وكنهدي لجميع المشاهدين ديالي، ايوا بارطاجيو مع الاهل والاحباب اللي تعم الفائدة. والله الله يسهل الامور على كل واحد يا ربي، وتحقق كل امانيه، وحاولوا ديروا هاد اللي كيجي خطير وزوين وفي نفس الوقت بنين. وهاد المقادير اللي عطيتكم يلاه كتجي، السكر هو هذاك، راه ما كيجيش حلو، واللي بغى ينقص او اللي بغى يزيد هذاك على حسب الذوق ديالو، راه كيجي جامد. وانا بغيتو اكثر يجمد اكثر من هادشي، يعني يكون زدت واحد جوج سوا اخرى.
غي جربوه تو راجل مزيان هكا غي، وخا باقي ما كان مقيمه يعني ما رامش مزيان، ولكن راه زوين، اتمنى يعجبكم. ورمضان كريم وبالصحه وبالهنا وطول عمر ان شاء الله يا ربي، وجزاكم الله كل خير، الله يعاونكم.